شوف يا شعب يا سودان، والله الذي لا إله غيره ما تسمعوا كلام الناس ديل وكويزان وكوز وتجار الدين ومش... لا 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 يخدعوكم، لا يخدعوكم بهذا الأمر، ولا يعمموا قضايا الدين الخالص والإسلام الذي يمكن والله أن ينزل الله به عليكم بركاته من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لكن دكتور يا شعب السودان، يا شعب السودان، عايزين 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 رغد عيش؟ أنتوا عاوزين الله يجيب ليكم حاكم حقيقي وحاكم صحيح؟ ها؟ كيفما تكونوا يولى عليكم، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم دكتور، أقول ممكن يعني الجواب أصبح لك، ما نفس الناس الذين حملوا هذه الشعارات تولوا الحكم على مدار 30 سنة الماضية، وفي النهاية احنا وقعنا في الحفرة دي. يعني ديل ما الناس كانوا مقصودين بتطبيق الدين أطول. نحن دايما قاعد نقول للشعب السوداني الكلام ده، الإنغاذ لم تمثل الإسلام ولا تمثله، المؤتمر الوطني ليس حزبا إسلاميا ولا يمثل الإسلام، أعلنوا هم حزب إسلامي أوكي، زي ما أعلنوا كثيرين يا جماعة إنهم والله نحن أحزاب إسلامية، لكن في زول فيهم جاب الدين؟ في زول فيهم جاب الإسلام؟ الدين الخالص ده واضح ما فيه لا لبس ولا هو صعب ولا حاجة، ودواوين الإسلام يا أيها الشعب السوداني والله فيها تفاصيل التفاصيل، والله تذهلوا إذا قرأتم دواوين الإسلام في السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد. نعم. والله حتى لغة العصر اليوم التي يستخدمها الناس عشان ستجدونها. والله وصلت إلى ختام هذه الحلقة في دواوين هذا الدين في ثواني معدودة، يعني كلمة بس على قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، هل سيكون للسودان مصلحة من هذا التطبيع؟ أبدا لن يكون لكم مصلحة في هذا التطبيع، وأدعو الشعب السوداني كله أن يقف ضد هذا الأمر. إذا ما خرجتم ووقفتوا ضد الموضوع ده بالمناسبة، زي ما بدأ سري حيواصل سري وحيعلنوا لكم، زي ما عمل الزول بتاع الناطق الرسمي الذي استغفر الله العظيم. نعم.